كلمها يا ابني ما هي جوه. الو يلا يا جماعه يلا معاك يلا صور يلا 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 اسال يا عاشور. عايزين مبروك عايزين نقول لك الف مبروك الفيلم واضح رد فعل الناس. اتكلمنا كده عن تجربة عمهم واصعب حاجه في الفيلم ده بالنسبه لك كانت ايه؟ هو فيلم جميل جدا وسهل جدا ومش زي ما انتم شايفين في الصوره فيها عنف وبتاع. احنا كنا زي الفل مع بعض في الفيلم وعملنا شغل اللي انتم شايفينه دلوقتي وانا جاي ومتوقع ان انا هنبسط بس انبسطت اكتر لما شفت الفيلم. الحقيقه كل الناس متعاني جدا كل الناس فيلم كوميدي الاول وبعدين اكشن. الاول كوميدي وبعدين اكشن. مش قلقان ان الناس تخاف من كل الناس اللي بتعرض بعد الحاجات اللي انت بتعملها المرعبه في افلامك؟ لا الناس الشباب بيحب الحركه وبيحب يخرج بره المنطق شويه ويحب يضحك شويه وده جميل. ما بنعملش حاجة يعني الفيلم زي ما حضرتك شايف ما فيهوش بلطجة ما فيهوش أي حاجة. فيلم كوميدي جميل حتى الأكشن اللي فيه ممكن يضحك. فهو ده انطباع عن الفيلم بعد ما شفته الحقيقة. فيلم كله مظبوط كل الناس شغالة فيه كويس جدا ما فيش حد فيه مش ظاهر حتى لو طلع مشهد واحد كل الناس كويسة. طويلة عن تجربتك محمد عادل إمام والكواليس بينكم كمان كانت عاملة إزاي؟ عالية جدا. أنا بتمنى لو انا اشتغلت مع نجم تاني بتمنى انه يبقى فيه جزء من اللي كان فيه عادل محمد امام. يعني كواليس عاليه جدا عاليه جدا وده باين على الشغل. طبعا اشتغلت مع الاستاذ عادل امام طبعا مع محمد طبعا. ايه بقى المشترك ما بينهم؟ ده الزعيم طبعا وده عمهم الله حلو قوي. بس احلى حاجه حبيتها في الشغل مع الزعيم ايه بقى؟ بص انا ما بحبش اشتغل معاك كتير. احنا اتقابلنا 3 مرات في مسلسل عوالي الخفيه. الراجل مش عايز اقول بيعمل وبيعمل ليه ده الزعيم. انا هقول ايه تاني عليه؟ حضرت نفسك ازاي للفيلم؟ لا هو لا خليني في المسلسل الاول. الزعيم عادل امام لما اشتغلت انا كنت متوتر جدا بس لما وقفت واتكلمنا مع بعض الاول قبل ما نصور حسيت ان انا طاير وعملت قدامه شغل كويس جدا. وعلى فكره الزعيم بيخلي كل الناس اللي قدامه يمثلوا كويس. اكيد لسه زعلان من بيك رامي؟ لا احنا في حته وهو في حته يعني طبعا حته طب بس يعني تصريحاته شايفها فيها جزء من لا احنا في حته احنا انا عارف انت في عمهم احنا في فن دلوقتي طبعا احنا حاليا في فن اكيد فن. اكيد